السلام عليكم متتبعات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، عواشركم مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه. اليوم غنشارك معكم هذه الصبيحه ديالي. كيف ما قلت لكم، انا البارح جيت لمدينه اكادير، ويعني قبل ما يخرج ذاك البلاغ يعني ديال غادي يحبسوا يعني الناس اللي غادي يسافروا وهذا يخرجوا على المدن، كنت انا هنا خرجت قبل ما يخرج البلاغ، كنت شاده الطريق تقريبا شي 3 السوايع. الحمد لله وصلت عند العائله ديالي، عند الوالد ديالي والوالده ديالي باش نشوفهم. كنجي ندوز معاهم العيد كل عام، كيعجبني ندوز العيد في مدينه اكادير. وانا دابا راه جيت خرجت انا والاخت ديالي بغات تقدا، وجاي انا وياها المرجان. مرجان كاين بين يزكان وبين مدينه اكادير، يعني في منطقه بن سرقاو. هذا هو مرجان، ها هو على اليسار ديالي. جينا دابا تقريبا شي 9 هادي، جينا باش ما كنبغيوش الزحام، بغينا نتقداو يعني يكون الجو شويه بارد والدنيا كتكون خاويه. يعني كنحاولوا باش نبعدوا في هذا العيد، هذا البلاصه اللي كيكون فيها الاحتضار، حاولوا تتقداو يعني بكري وتدخلوا بحالاتكم وديروا بطبيعه الحال هازين على المعقم ديالنا كيف ما كنقول ديما، ودايرين الكميم ديالنا. اذا ها حنا وصلنا، لهذا الرومبوا اللي كتدورنا المرجان ان شاء الله. وخليكم معايا، في هذا الصباح هذا تتشوفوني يعني ناخذ بعض المشتريات ان شاء الله. ها هو مرجان حدا هنايا ماكدونالد، ها هو نتوما كيف ما كتشوفوا الدنيا باقا خاويه، الدنيا خاويه، يعني بنادم يتقدى على خاطره، بنادم يحاول يفيق بكري شويه كيف ما كيقولوا الناس، الفياق بكري بالذهب نشري. هانتوما شوفوا باقا الدنيا خاويه زوينه، بنادم يقضي غراضه ويرجع بحالاته، باقي مرجان خاوي ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وبالنسبه للوليدات اللي عندهم استدراكيه، نتمنى الوالدين ديالهم يفرحوا بهم ان شاء الله، يا ربي الله يسهل عليهم، لان كيف ما سمعنا النتيجه يمكن حتى يبغي يصبح العيد، نبغي ان شاء الله يسمعوا اخبار زوينه على وليداتهم. واللي ما توفقوش ان شاء الله كل حاجه فيها خير، ربي يسر لهم الامور في حاجه اخرى بحول الله تعالى. اذا ها حنايا حدا الباب ديال مرجان، غادي نشوف شي بلاصه قريبه ليا الباب، حيت انا من دوك الناس اللي ما كنقدرش نتمشى بزاف. شوف بلاصه قريبه للباب ونوقفوا. اذا هذا هو مرجان ديال بن سرقاو، هذا هو مرجان الكبير. كاين واحد المرجان في انزكان وانما شويه صغير، هذا هو مرجان الكبير. كما كتشوفوا كنعقم الكروسه ديالي، يعني كنت قد بها كنعقمها عاد باش ندخل ان شاء الله. وغادي نشوفوا واش كاين شي تخفيضات، كاين شي حاجه جديده، لانني هذا المرجان ديال اكادير ديما كنلقى فيه شي حوايج زوينين، كنلقى بحال البيجامات ديال البروموسيون، كاين شي حوايج ديال البروموسيون. اذا ها انتوما معايا حتى نكمل الفيديو ان شاء الله. تما هذه ديال البحر لي باراسول، زوينين هاد الفاط، 69 درهم كبار. هادو 149 درهم مزيانين، فيطات زوينين. بالنسبة لسالا مونجي، بالنسبة للمضارب،
زوينين هادو 139 درهم. كاين اشكال وانواع وكاينين لوينات زوينين زوينين. هادو كوتون بالنسبه لهاد الريدوات هادي شويه هادي زوينه شحال دايره 309 دراهم. هادو العاديين انا عندي بحال هادي كندير فيها الفاخر وعندي ديال الضو ولكن ما كتعجبنيش هادي كتعجبني كندير عليها الفاخر كتشوي ليا زوين. نمشي هانتوما اللي عندو الوليدات البحار هاد لي طابل زوينين هادو شي من الطابل باز زوينين هاد لي طابل ها هو المالي البحر هادو تا هما زوينين دايرين 169 درهم رخاصين 169 والله الا مزيانين شوفوا البليغات دايرين 119 درهم زوينين 119 درهم في الالوان. كاين عندنا هنايا برديلات ديال الوليدات هاد الصنيدلات هما زوينين 59 درهم 59 درهم فنين حرشين زوينين بالنسبه للرجل 59 درهم. هادو كلاكيطات تبارك الله ما شاء الله دابا في الصباح الاخوات في الصباح كتحاولوا تجيو كاين كتكون السلعه محطوطه جديده و سالي يدين يعني ما قيسيناش اليدين بزاف. شوفوا الفاطي انا عزيز عليا الفاطي كنحماق على شي حاجه سميتها الفاطي يكونوا في الالوان يكونوا في الالوان عتي زوين كيعجبني انا هذا يعني في الصباح كيكون كلشي مرتب ما كتكونش الروينه. هانتوما هي بالنسبه للفاط هانتوما هي هذه زوينه ديال الماء ديال الماء كتحطيها في الصالون كيجي عندك الضياف. بالنسبه للثمن ديالها داير 99 درهم الثمن ديالها 99 درهم زوينه كديري فيها الماء بارد وكتحطيها 99 درهم. هنا هما هادو هادو ما شحال دايرين الثمن ديالهم زوينين فنين هادو يجي فيهم اتاي فيهم 12 البخي ديالهم تقريبا غادي 100 درهم 100 درهم. احنا غنمشيو له شوفي هذا زوين شحال داير 34 درهم تقريبا 35 درهم مزال زوين ما عنديش هذا باش ناخذو. ايوا نتوما نتوما كتشوفوا معايا حنايا عرفتي المغاربه مضروبين على البانيوات نتوما
170 تقريبا. زوينين فيهم شحال؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة. هادو كمامات، كمامات هنا كاينين في مرجان، ديري لهم 30 درهم ديال الثوب، ديال الثوب، وليهم دوك لاستيكات هنايا زوج ماشي وحده. انا هادو ما كنقدرش عليهم، ديال الودنين هادو ما كنقدرش عليهم، تنبغي اللي فيها لاستيك واحد اللي كيدور لي على الفولار. اذا هادو دايرين 30 درهم، شحال فيهم؟ شحال فيهم؟ خمسه ديال الكمامات ديال الثوب زوينين، ديال الثوب زين. ها هو البخي ديالها. ثم الطابليات زوينين، دايرين 35 درهم. خيطات ميكيش مملحات. شوفوا الحواله ما شاء الله عليهم، دايرين ليهم يمكن 45 درهم الكيلو، دايرين 45 درهم حواله زوينين تبارك الله ما شاء الله. شكرا، وعيد مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد.